موسى نداو ما تمكنش منها. حسن تبريرقات اديال حسن موسى نداو في اتجاه فخر الدين. فخر الدين دائما عنده الكرة. نادر هذا هجوم خطير ديال فريق الوداد. فخر الدين لكن تيجي اخيرا مصطفى وتنقد المرمى. فخر الدين مراوغة مزيانة ديال فخر الدين. دائما الكرة عند فخر الدين تيمرر و اللاعب نادر تمتاز بالمراوغات. فخر الدين خطأ لفائدة فخر الدين. فتح جمال تراوغ تضع له الكرة. فخر الدين هجوم مضاد لفائدة فريق الوداد. فخر الدين دائما عنده الكرة هذه خطيرة. كانت فرصة لإبراهيم. هجوم مضاد لفائدة الوداد. نادر تضيع له الكرة تتمكن منها فخر الدين. خطير فخر الدين. نادر هذه محاولة. هاي 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 جيد فخر الدين. فخر الدين بجانبه موسى نداو. مراوغة مزيانة ديال فخر الدين. ممتاز فخر الدين من الدودي. الدودي فخر الدين. فخر الدين مازال محتفظ بالكرة. موسى نداو عملية ثنائية رائعة بين فخر الدين وموسى نداو. تمريرة ديال فخر الدين عن ستة ميبت. هجوم مضاد الآن إبراهيم. فخر الدين فخر الدين مرة أخرى إبراهيم. فكل المحاولات الآن تجي من الجهة اليسرى اللي تتواجد فيها فخر الدين. فخر الدين تقدر فخر الدين. الدقة في الوقت ديال فريق الوداد تيبان الآن على فريق الرجاء البيضاوي. الوداد ضربة زاوية موسى نداو بالرأس. فخر الدين مجيد مجيد مريرة مزيانة في اتجاه موسى نداو وخطأ. هجوم الآن لفريق الرجاء بالوداد بواسطة فخر الدين. تمريرة مزيانة ديال فخر الدين تيتمكنش منها الحارس ومرة ثانية عاد تيتمكن منها الحارس أي صالح. لأن خروج فخر الدين ودخول طارق رقم 10. أنصار فريق الوداد البيضاوي